فايز السراج في زيارة للجزائر. هي الزيارة الثانية لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر. زيارة السراج تأتي بعد أسبوع من زيارة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. باستقبالها ممثلي الأطراف الليبية المتنازعة، تبذل الجزائر جهودا للدفع نحو حل سياسي تأمل أن ينتهي بمؤتمر سلام جامع. الزيارة اليوم لعضو مهم جدا في حكومة الوفاق لتنتهي المسألة ربما في الأسابيع القادمة بالالتقاء أطراف ليبية هنا في الجزائر لرسم معالم خطة السلام المقبلة هناك. الوضع الأمني في المنطقة دافع هو الآخر لتحركات الدبلوماسية الجزائرية منذ وصول الرئيس تبون إلى سدة الحكم. استمرار الاقتتال بين طرفي نزاع تغذيه أطراف إقليمية ودولية بعيدة عن المنطقة يقلق الجزائر والبلدان المحيطة بليبيا. فالسعي إذن لإعلاء صوت الحوار على صوت الرصاص صلب مبادرة الجزائر. ضروري أن يتوجهوا إلى الحوار الذي يمكن أن ينتج حلا سياسيا بدل الحلول العسكرية التي سوف تدمر المنطقة بأكملها. مرتقب إذن أن تتواصل الجهود الجزائرية ليس فقط لإقناع طرفي النزاع بالركون إلى الحوار كخيار وحيد، بل لإقناع دول الجوار كذلك بتبني مخرجات المبادرة الجزائرية وفق الخطاب الرسمي. مدفوعة برغبتها في حلحلة الأزمة الليبية، تحاول الجزائر الأخذ بيدي طرفي النزاع في ليبيا نحو الجلوس على طاولة مفاوضات، جلوس تأمل منه الجزائر أن يكلل بمؤتمر سلام جامع ينهي الحرب في ليبيا. حسن تكالي، العربي، الجزائر.